most effective investment. Effective. كل شغلنا effective. يعني مهما يجيلك داتا لازم تحول كل شغلك ل effective interest rate وبعدين تكمل الشغل. طيب واحد يقول لي طب ايه النوع الثاني اللي ممكن نواجهه؟ النومينال انترست ريت. نومينال انترست ريت. النومينال انترست ريت بمنتهى البساطة يعني الانترست ريت لو انا حطيت فلوس في البنك وعملت انترست ريت او مكسب، المكسب ده بحطه الباقي بيحطوه لي تحت المرتبة. ما بيشغلهوش. طبعا لا مش ما بيحصلش لكن هو البنك بيعمل كده. وبعض البنوك بتقول لك ايه؟ الفايدة بتاعتك هاخد الفايدة بتاعتك او المبلغ المكسب بتاعك هحطهولك تحت المرتبة او بمنتهى البساطة يعني مش هتشغلهولك. هتاخده زي ما هو. فمثلا لو انت المكسب بتاعك 10% وحطيت 1000 جنيه، ال 1000 جنيه بعد سنة يبقوا كام؟ هيبقوا 1100. ال 100 البنك هيبقى على كام؟ تيجي السنة اللي بعدها يقول لك تقول له الفلوس بتاعتي كام؟ هيقول لك 1100 زائد ال 100 اللي انا حاطها لك في المرتبة. يعني 1200. طبعا البنك اكيد بيستعرض، لكن هو ده النظام اللي موجود في اغلب البنوك باستثناء بعض البنوك اللي بتقول لك ايه؟ لو الفايدة بتاعتك زادت عن مبلغ كذا انا هحطها لك كومباوند، يعني هتستفيد منها او هتدخل في الانترست ريت بتاعك ويبقى كومباوندد، ويبقى بالتالي لو انت حطيت مبلغ ال 1000 جنيه يبقى اول سنه بقى عندك 1100، ثاني سنه بقى عندك 1221 او اسف 1210. يعني ايه؟ يعني الانترست ريت بتاعتك هي كمان دخلت في الانترست وكسبت. وده اللي بنسميه افكتيف انترست ريت. فبعض البنوك بتقول انا عندك افكتيف انترست ريت لو المكسب بتاعك مبلغ كبير، يعني حاطط 10 مليون جنيه فالمكسب بتاعك بقى مليون جنيه، فالمليون جنيه دوت هيحطهولك عشان يكسب هو كمان تاني ويفكتيف انترست ريت. اما لو كان المبلغ بتاعك او الفايده بتاعتك صغيره لا بيقول لك مش هديك عليها انترست ريت. وانا امبارح مثلا كنت في احد البنوك باخد الفلوس بتاعتي فالفلوس بتاعتي قلت لان انا كنت حاطط مبلغ صغير. المبلغ الصغير ده انا نسيته سنتين وافتكرت وانا معدي بالصدفه قدام البنك رحت داخل قلت لهم الفلوس بتاعتي قد ايه؟ فطلع ان الفلوس بتاعتي قلت حوالي 30% من قيمتها. ليه؟ لانه البنك ما بيكسبنيش وفي نفس الوقت بياخد عمولته من الفلوس بتاعتي فبيخسر العموله بس لكن مفيش ارباح. عادي خلاص. وانا طبعا حظي كويس ان انا رحت قلت له تقضي كل الفلوس اللي عندك مش عايز معاكم حاجه. انا عارف البنك بتاعي وعارف فلوسي في البنك اللي انا بقعد بستعمله اصلا وانتوا كانت الغلطه ومش عاملها كده. ففعلا في بنوك بتعمل وفي بنوك لا بتديك افكتيف انترست ريت. طب واحنا في الكورس بتاعنا؟ لا في الكورس بتاعنا بنشتغل افكتيف انترست ريت. هتلاقي طبعا بعض البنوك بتحط لك ايه؟ نومينال انترست ريت مش كورونا طبعا. يبقى
متقدم الى وجهه في الزيت صار. وطبعا يا سلام لو قعدت في الشمس شويه بس هيبقى خلاص كده. يبقى ما عندكش كورونا، ممكن يكون عندك اي نوع ثاني من الانفلونزا، ربنا يرزقك. نرجع تاني الافكتيف مينتنس بلان. بعض البنوك تقول لك ايه؟ خرجي اشتري عربيه وانا هسلمها وهاخد منك مينتنس بلان مقداره كذا. هاخد منك فايده انترست ريت مقدارها مثلا 8%. طبعا لما تسمع كلمه 8% هذا لا يكفي، خصوصا الفايده اسعار الفايده تتراوح من 10 ل 12 مثلا، حوالي كده ممكن توصل ل 14 في بعض الاماكن. فلما تيجي انت البنك يقول لك هديك 8% يبقى في حاجه غلط. طبعا البنك مش فادي علشان يعني يتصدق علينا فلوسه، لكن هو بمنتهى البساطة أولا حاجتين. الحاجة الأولانية إن البنك لما هياخد منك الفايدة 8% هياخد من البياع اللي هو باع العربية، لأنه بيسر له عملية البيع والشراء ويحرك الفلوس بتاعته، فبياخد هو منه هو كمان إيه؟ دي من الوقت. النسبة دي قد إيه؟ ما نعرفش. دي سر البنك وإيه؟ والمصرف أو الشركة. وطبعا البنك فيه ليهم حبايب، ليهم ناس بيسووا لهم البضاعة بتاعتك المطلوبة في البنك، يقول لك العربية ممتازة ما حصلتش. لما تقول له طب أنا عايز عربية تانية كذا، يقول لك لا ما بشجعكش، البنك مش هيدخل معايا، أصل الشركة دي كذا. ببساطة لأنه النسبة اللي هو بياخدها من الفلوس من العربيات، العربية اللي بتدفع له كويس هي دي اللي بيسوقها له. طب والبنك بيجيب فلوسه الباقي منين؟ اصلا هو ما بيقبضش 8%، ده 8% نومينال انترست ريت. 8% نومينال انترست ريت. لكن لما تحسبها بالظبط هتلاقيها ان الفايده اكتر من كده بكتير. هو بيعملها نومينال وبيحاسبك على انها، يقول لك هي نومينال، لكن لما تحسبها بالظبط هو هيحاسبك على كام؟ هتكتشف انه بياخد منك نسبه اكتر. و العدد بتاعته كبير شويه، لكن انا فاكر لما كان عددنا صغير لمده طويله يعني، فكان في كنت عديت بالصوت على البنك فعرض شقق الشقه الفلانيه بكذا والشقه الفلانيه بكذا والفايده كذا. فقلت له رحت جايب الورق اللي هو الاعلان وطلبت من كل طالب انه ده امتحان او اساين انه يحسب الفيكتيف انترست ريت اللي البنك هياخده بالظبط. لما حسبوها طلع ان الافكتيف انترست ريت 14%، رغم انها كانت رقم غير كده بكتير، قليل عن كده بكتير، لكن كانت 14% اللي حسبوها الزملاء. اذا عندنا رقم حاجتين اثنين، نومينال انترست ريت وافكتيف انترست ريت. طب اميزهم ازاي يا جماعه؟ لو واحد جه وقال لي كده انترست ريت اي انترست ريت بتساوي كذا، اقول دي افكتيف ولا نومينال؟ اقول لك يا سيدي، واحنا عندنا لو انت فتحت الصفحه 87 في الورق اللي معاك حاطين لك جدول، حاطين لك جدول صفحة 87 بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو جه وقال لك انترست ريت بتساوي 10% وسكت، اقول تاني، لو جه قال لك انترست ريت بتساوي 10% وسكت، يبقى دي الانترست ريت دي فيكت في انترست ريت. لو جه قال لك انترست ريت بتساوي 7% سيمي انيوالي وسكت، يعني معنى كده ان كل 16 هيديك 7% بس ما فيش حاجه تاني، يبقى دي افكتيف انترست ريت. لو جه قال لك انترست ريت بير يير او بير انيو بتساوي 13% وسكت، يبقى افكتيف انترست ريت. ودول الثلاث حالات اللي في الاول كانت
12 في المية بالغ تبقى فيك، واحد في المية غير معروف تبقى فيك، 3.5% غير الكوارتر ربع سنة. يعني الكوارتر ربع سنة كم شهر يا جماعة؟ 3 ربع، عشان في بعضهم غير في الامتحان قبل كده وعمل الكوارتر 4 أشهر، الكوارتر 3 أشهر، ربع سنة، ربع سنة. طيب ده يبقى يفكر. نبص للرؤى بالتكت الاخير من الجدول، يجي يقول لي ايه؟ الانترست ريت بتساوي 7% انيوال، وبعدين يكتب لك ايه؟ نومينال، تبقى نومينال. طب قال لك افكتيف، تبقى افكتيف، بدل هو اللي قال لك خلاص مالناش دعوه. فلو قال لك الافكتيف انترست ريت بتساوي كذا نومينال، خلاص الفكتيف انترست ريت بتساوي كذا مونثلي، تبقى افكتيف. نومينال انترست ريت بتساوي كذا ييرلي، تبقى افكتيف، تبقى نومينال. اذا هو قال نومينال او قال افكتيف خسر. امال امتى يحصل المشكلة؟ المشكلة يحصل في الحال في الجدول اللي في الوسط ده، اللي هو ايه؟ يقول لك انترست ريت بين الانيوم، يعني في السنة انترست ريت بين الانيوم بتساوي 12% كومباوندد مانثلي، كومباوندد مانثلي. هنا بقى لا، ده الكومباوندد لو قال انترست ريت بتساوي 12% بير يير كومباوندد ييرلي، الاثنين زي بعض خلاص تبقى فيك. لكن لما يقول لك كومباوندد وراح حاطط لك بقى ميزان مختلف، يعني قال لك انترست ريت بتساوي كذا في المية يرمي، ورجع قال لك كومباوندد مانثلي، لا ده اختلف بقى هنا، يبقى على طول الانترست ريت دي هنقول عليها نومينال، انترست ريت دي هتبقى نومينال. ماشي يا جماعه؟ طب تعالوا نشوف كده، نقرا الامثله. انترست ريت بتساوي 8% بير يير كومباوندد مانثلي، اهو بير يير وكومباوندد مانثلي، يبقى دي نومينال، نومينال انترست ريت. طب نشوف اللي بعدها، انترست ريت بتساوي 4% بير كوارتر، بير كوارتر كومباوندد مانثلي، كوارتر يعني 3 أشهر، وبعدين كومباوندد مانثلي يعني كل شهر. اختلف، يبقى على طول دي اسمها نومينال انترست ريت، نومينال انترست ريت. طب نشوف اخر واحده، بتساوي 14% بين يير كومباوند سيمي انيوال، يبقى 14% في السنه كومباوند سيمي انيوال، يعني كل 6 شهور، كل 6 شهور. يبقى اختلفت، يبقى على طول اقول على ايه؟ نومينال، نومينال. طيب واحد يقول لي بس احنا قلنا ان هنشتغل افكتيف فقط، كل شغلنا افكتيف. طب لما تيجي بقى حاجه نومينال نعملها ازاي؟ نحولها ازاي من نومينال لافكتيف؟ اقول لك لأنه قال لي كده بير يير كومباوند كوارتر،
لبديل نومينال. طب انا عايز الافكتيف بتاعها اجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطة هقول كده ان اي نومينال بتساوي 12 في 100 بير يير. لو قسمتها على 4 هتساوي 3% بير كوارتر. يبقى اي نومينال دي بير كوارتر. اي نومينال دي قسمتها على 4 عشان اجيبها بير كوارتر. ليه اخترت كوارتر؟ عشان هو عمل الكومباوند كوارتر. فرحت انا قاسمها على 4 عشان تبقى اي نومينال بير كوارتر بتساوي كام؟ 3%. هقول اي نومينال بير كوارتر هتساوي اي افكتيف بير كوارتر. كمان مثال، كمان مثال. طب بعد ما اقول المثال مش هسمع، بعد ما اقول المثال خلاص. طيب ناخد
ناخد أمثلة وأنتم اللي تردوا عليا. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 88. أنتم بتقولوا لي هي نومينال ولا إفكت؟ مين فين زميلنا اللي ما جاش؟ طب مين صوته جهوري قوي كده يتكلم؟ مين؟ حد يقول؟ ايه ما فيش راجل صوته عجبك وشوية؟ لو ما فيش هدور على البلد بقى. او ويكلي او ديلي يعني يوميا
او اورلي يعني بالساعه الفايده بالساعه او كونتيني كونتينيوسلي يعني ايه؟ يعني الزمن اللي انا اخترته المره دي كونتينيوس مستمر، او بمعنى اخر ان الزمن بيساوي دلتا تي حيث تي تؤول للايه؟ دلتا تؤول للزيرو كونتينيوسلي يعني الزمن بتاعي عباره عن دلتا تي حيث دلتا تي تؤول للزيرو، ده اللي هو بنسميه كونتينيوسلي. انا عارف ان واحد يقول لي ايه؟ هل في السوق؟ لا بلاش ده، بلاش ده، بلاش ده، مش وقت. أنا عارف إن واحد فيكم هيقول لي إيه؟ كونتينيوسلي دي طريقة بيستعملوها في البنوك برضه كونتينيوسلي؟ لا. دي بيستعملوها في الكتب بس. لكن في البنوك آخرنا هو الديلي اليومي. ولو حسبت حاجة كونتينيوسلي، في مسألة في الورق اللي معاك، مسألة بيقول لك كونتينيوسلي وديلي، اختار يعني يوم ما الفرق كبير، هتكتشف إن الفرق بسيط جدا. وعشان كده البنوك بتتعامل مع بعضها ديلي. يعني لو حطيت الفلوس بتاعتك في البنك، أو البنك خد الفلوس وإداها لبنك تاني أو سلف بنك تاني، بيحاسبوا باليوم. الفلوس عندك كام يوم ويحاسبوا عليها. ديلي. البنوك بتتعامل مع بعضها ديلي. لكن بتتعامل مع الناس غالبا يا اما مانثلي كوارترلي، ما بتقلش عن كده. مانثلي كوارترلي سيمي انولي او ييرلي. ده مع الناس. لكن بينها وبين بعضها البنوك بتتعامل ديلي باليوم. وديلي والكونتينوسلي الفرق بسيط جدا. وعشان كده انك تحل المساله ديلي زي ما تحلها كونتينيوسلي هتلاقي الفرق حاجه بسيطه. طبعا واحد انا عارف طبعا واحد يقول لي لو بنك استلف واحد بنك تاني مليار مثلا، لا ساعتها يبقى الفرق هيعمل له كم مليون. ساعتها اكيد في لازم يكون ديلي او كونتينيوسلي تكون مكتوبه بينهم. والا يبقى هيخسروا كتير او هيختلفوا كتير. لكن احنا عندنا في الكورس هنستخدم ده كله كونتينوسلي. انا غالبا مش هحاول، ما احطهاش في الامتحان. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه بالمره عشان عدد شهور في السنه 12، عدد الايام في السنه 365. 365. فلو عندك مسألة هتاخد ان السنة 365، ما تسألش يا كبيسة ولا مش عارف ايه، الكلام ده ما بنحطوش، هي 365 وخلص. طب لو سيمي انولي، هتبقى لو ست اشهر يعني بنحسبهم احنا 182. طبعا لو اورلي، بيقول لنا 8760 ساعة في السنة. السنة فيها 8760. أنا عارف برضه واحد هيقول لي هي أنت افترضت إن السنة مش عارف إيه؟ هو كده، هناخدها كده عشان نوحد الإجابات بتاعتنا. وعلشان كمان لو امتحناك امتحان ام سي كيو، فانت لازم اجابتك تبقى زي اجابه زميلك زي وهكذا عشان تاخد الدرجه بتاعتك. ما ينفعش كل واحد يعمل له اجابه ويقول لي هي قريبه منها، لا ما فيش عندي قريبه، يا كده يا كده. خصوصا ان ام سي كيو مش انا اللي علمها، غالبا بتتعلم كمبيوتر وايز، ما بتعلمهاش خالص. فتيك كير في الحاجات ديت واعرفها على طول. طيب.
طيب لا ابص لصفحه 89 ابص لصفحه 89 بص معايا لو انت لسه ما صورتش نسخه من الجميله صورها وصور بقى الورق ده كله عليه صورها خصوصا الفصل اللي خد لك الشريط ده الورق ده وطبعا انا مش هسال لان المفروض اسال طبعا اقول عملت ايه في الفصل وخدت وقت ايه وكده بس للاسف في الوقت انا عايز اعمل اكبر كميه النهارده فعشان كده مش هسال لكن هسال بره بره بس هسال بره بره وزي ما قلت لكم لازم تحل تكون يعني على الاقل مثلا حوالي 20 صفحه سؤال على اللي اشتغلت يعني خليتهم في الشنطه الواحد اللي خلص وعلى الاقل 10 في الشنطه الاثنين اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي في السجن الايفكتيف انترست ريت لو انت حطيت 100 جنيه في البنك لو انت حطيت 100 جنيه في البنك بفايدة 12% بفايدة 12% يبقى الفلوس بتاعتك بعد سنة هتبقى بكام؟ زي ما انت شايف كده عندك بتساوي في المثال 391 في المثال 3-1 هيبقى معاك 112 جنيه بعد سنة. طيب ده 112 جنيه، طب لو كانت بقى الانترست ريت 12% كومباوندد سيمي انوال. لو هي 12% كومباوندد سيمي انوال او كومباوندد افري 6 مانس يبقى كام؟ يبقى الفلوس بتاعتك بعد سنه تساوي كام؟ لا المره دي بقى هنقول ان اللي هي كل سيمي انوي يبقى الافكتيف انترست ريت تساوي نومينال انترست ريت عند كام؟ عند 6 اشهر. طب النومينال انترست ريت عند 6 اشهر بتساوي كام يا جماعه؟ في السنه 12% يبقى في 6 اشهر بتساوي كام؟ 6% يبقى الفلوس بتاعتي بعد 6 اشهر هتبقى 106. طيب بعد كمان 6 اشهر هاخد ال 106 واحطهم في البنك بفايده 6%. ابص الاقي ان الفلوس بتاعتي بقى بتساوي 112.36% زادت 36 سنت عن الحل اللي فات. زادت 36 وهو ده الفرق بين النومينال والفيكال. لو جه وقال لي نومينال انترست ريت بيساوي 12% كومباوند سيمي انوال يبقى بعد سنه الفلوس بتاعتك بتساوي 112.36%. لكن لو قال لي انترست ريت بتساوي 12% وسكت يبقى الفيكال يبقى على طول بعد سنه تبقى بتساوي 112. بنت الفرق مين مش حاسس؟ كان في واحد عايز يسال اللي هو بتاع السؤال بتاعك مش كده؟ ده جاوبت عليه الحمد لله ماشي يا جماعه مين عنده سؤال؟ الفكره واضحه؟ يعني نقدر نحل مساله؟ نحل مساله مثال 3-1 صفحة 90 سنان المتبرع طبعا ها سنان هيراقب المثال بصوت عالي 3-1
شكراً للإنجليزي بتاعك حلو بس احنا عايزين نفهم حتة حتة جملة جملة كده عشان نترجم الكلام معايا؟ معلش تاني جملة يعني كل ما تحس إن في حاجة محتاجين نحط فيها قانون الأمور اللي قانون بتاع حياتي اقدر تشوفها يا كويس يبقى الفايدة 2% للفلوس اللي انت ما دفعتهاش يعني انت رحت اشتريت جهاز ولا اشتريت حاجة من الكريدت كارد بتاعك هو هيحسب لك ايه؟ اللي انت اللي موجود في حسابك في البنك خلاص هيدفع طب انت اشتريت حاجات اكتر من اللي في حسابك في البنك يبقى عليك فلوس تانية اضافية بقى اللي هي ايه؟ بقية الفلوس انت عندك في الدفتر بتاعك او في الكريدت كارد بتاعك معاك 1000 جنيه اشتريت ب 1200 جهاز من الاجهزه يبقى على طول البنك هيروح خاصم منك عندك دلوقتي 200 جنيه انت خدتهم ودولت من البنك البنك هيسحبهم من البنك كده يروح البنك خاصم منك بالاضافه لل 200 يضيف عليك كمان 2% فايده يضيف عليك فايده 2% اتفضل كمل. بيقول لك احسب الافكتيف ريت بير سيمي انوال بيل. طيب دلوقتي هو بيحسب بالشهر. بيحسب بالشهر. الشهر 2% وهو عايز السيمي انوال يعني كل 16 يبقى 2% في ال 16 اشهر ياخد منك كام؟ ها 12% صح 12% واحد يقول لي ليه كده 12% ليه؟ علشان هي نومينال لانها نومينال لانها 2% في الشهر وعايزه هو كله والبنك بيكسب كل 16 فبقى عنده رقمين مختلفين فيعتبرها نومينال وعلى طول يحسب ايه؟ يحسب نومينال بتضرب الفايده بتضرب عادي يعني نومينال فلوس تحت الباقي ده تحت المرتبة ما الفايدة ما فيش ما تنقصهاش ولو انت حالا هنعرف بعد كده البنك هو البنك هيكسب بيخسر ازاي وبيكسب ازاي ده البنك دايما المفروض كل البنوك العالم مش البنوك بتاعتنا كل البنوك العالم البنك زي المنشار طالع وادي ونازل وادي لازم وحالا بس ربي يساعدنا ونلحق نوصل للمسألة دي هناخد المسألة هنشوف البنك ازاي بيتحاسب وازاي لو انت حطيت فلوس تاخد كام ولو هو خدات فلوس ياخد كام وهنشوف الفرق واضح ازاي. حاجة هناخدها ان شاء الله بس شدوا حيلكم معانا. نقف عند دي بقى. انت هتحط ايه
اولا هي وومن او راجل مش هتفرق معانا في المساله. اللي هيفرق معانا في المساله الجمله الاخيره دي. مهم جدا انك تقراها تاني الجمله دي اللي هي بتقول ايه؟ البنك بيدفع 12% بير يير كومباوندد سيمي انيوال. كومباوندد سيمي انيوال. طيب نشوف كده 12% بير يير كومباوندد كويس. بعد اول 16
اتفقنا نشوف موافقه على الكلام اللي احنا عملناه في البلاد موافقه خلاص هي كده الزم ده مين ده هاجي بعد كده اجيب في 2 هتساوي دي 1.6% تاني. اللي كانت 9 لغايه كده برضه مع بعض مفيش مشكله ها؟ حلو قوي بصوا كده ده قيمه الفلوس في نهايه السنه. ده قيمه الفلوس في نهايه السنة. معايا؟ لو عايز تمشي امشي. مش زعلان والله. ده يبقى ده نهاية قيمة الفلوس في نهاية السنة هتبقى تساوي كام؟ الفلوس نفسها في 1.6 سكوير عشان هو قعدوا 2 بيريودز. قعدوا 2 بيريودز. ماشي الكلام؟ طيب عشان أجيب بقى الفايدة يعني عشان اجيب الفايده هطرح الكلام ده هطرح من الكلام ده ايه؟ الفلوس اللي انا حطيتها في الاول البي مش كده؟ فهطرح من ده البي يعني هطرح عشان اجيب الفايده 1.6 سكوير ناقص بي ماشي يا جماعه هطرح بقى فلوسي عشان اطلع الفايده المكسب اللي اخدته في الـ 2 بيريد فلو طرحت دي هيطلع لي في الاخر انها بتساوي ب 1.6 ناقص 1 ها نعم أنا مش سامع. بني؟ طيب مين تاني عندي سؤال؟ أيوه. ممكن أعمل حاجة تانية. ممكن أعمل سؤال من 0.1 أقسمها على البريود 1.6 أشهر يعني مثلا عندي 20 عن كاش فلو من 0 ل 20 ده حل تاني هنشوفه حالا دلوقتي. كويس. كويس كده يا جماعة؟ فلو احنا عملنا كده هيطلع لي الفايده بتاعتي في السنه اللي بتدفع بتساوي الرقم ده 12.36% بسرعه ده الفايده في السنه يا جماعه طيب هي حطت ايه؟ هي حطت 1000 النهارده وحطت 3000 بعد 4 سنين وحطت 1500 بعد 6 سنين يبقى قيمة الفلوس بعد 10 سنين بتساوي كام؟ هنفكر فيها ازاي؟ هنقول ال 1000 دي قعدت قد ايه؟ في البنك 10 سنين يبقى نقول كده قيمة الفلوس كلها بعد 10 سنين اف توتال هتساوي الـ1000 بعد 10 سنين يبقى 1000 في اللي هو كام؟ 12 واحد زائد 12.36% لمدة 10 سنين الفلوس بتاعتي الـ1000 قعدت 10 سنين في الفايده بتاعتي في السنه الفايده بتاعتي في السنه طيب دي كم؟ طب وال 3000 زائد 3000 في 1 زائد 3000 دول هيقعدوا كام سنه؟ 6 زائد 1500 واحد زائد 12.36% بس المره دي هتبقى كام سنه دول؟ 4
موجود اكتر من هذا. لا هي تاخد هو ده المبلغ اللي اعتبره. ده حل. ده احد الحلول. مين مختلف معايا في الحل ده؟ انا جبت الفايده في السنه واشتغلت بيها كده. هو كده اللي هم اللي بيكسبوا اكتر من كده على حسب انت بتشتري ولا بتبيع. انت فاهم الكلام ده؟ كويس، ده كلام جميل. طبعا زميلك بيقول لي طب ممكن نعمل جدول؟ طبعا ما احنا عارفين الكلام ده قبل كده. هتساوي برضه 1000 فايند اف جيفن بي لسه راجع و اي تساوي 12.36% في جنيه و 10 سنين زائد 3000 فايند اف جيفن بي و اي تساوي 12.36% في جنيه و 6 زائد 15500 فايند اف جيفن بي و اي تساوي 12.36 و 4. زميلكم اللي قال ماليش دعوه، انا عارف طبعا ان المساله حلها كده صعب جدا. ليه؟ لان 12.36% مش هنلاقيها في الجدول اللي عندنا، فهنبتدي ندور على الانتربوليشن ونحلها بالانتربوليشن. نجيب عند 12 وعند 13 وبعدين نعمل انتربوليشن عند 12.36 ونطلع القيمه. وطبعا لو انت ما حليتش المساله قبل كده ودخلت الامتحان ممكن تعمل كده، لكن لو انت حليت مسائل يبقى مش هتعمل الطريقه دي، لان انت مقدما عرفت انها تاخد وقت اطول. حتى الطريقه الثانيه الاولانيه دي برضه هتاخد طريقه وقت اطول. ايه ده؟ وفي حل ثالث؟ طبعا في حل ثالث واسهل بكتير. ده اللي ايه؟ اللي حل مسائل قبل ما يدخل الامتحان، او على الاقل فهمها هو في المحاضره. مش كده؟ طب تعالوا نشوف كده ايه الحل الثالث؟ زائد 1500 1.6%
كمان تمام قلت لك صافي واحد ايه رايك في الحل كده مش اسهل بسميكم الحل الاول هو ده الفرق بين واحد حل مساله قبل ما يدخل الامتحان وواحد راح يجرب هو الامتحان واضح ان ده هيعوق ما هو ده رزقنا ما مش معقوله كلكم تجيبوا امتياز يا جماعه لازم يطلع لي كم واحد كده ايه بيتدلعوا ويقعدوا معانا تاني كده ان شاء الله موافقين على الحل الثالث لكن برضه انا اصر اصرت ان انا احط ايه الحلين التانيين عشان نعرف ان في حلول للمساله كتير وكل حل من دول ينفع بس في حل بيخلص بسرعه وحل بياخد وقت اكتر طب نشوف مسألة تانية دكتور لو قال لي في الأول افكتيف 12% بريير سيمي أنوال نعم افكتيف 12% بريير سيمي أنوال ما مش هيحصل ما جاتش في مسألة لا جات في الجدول ده حاجة واللي أنا بقول لك عليه حاجة على فكرة أنا بحط امتحان في السلع أنا حطيتها أو أنا حطيتها زيها في المحاضرة ما بعملش بهالي ما بعملش بهالي خالص يعني ببساطة كده الطالب اللي ذاكر وفهم لازم ياخد فول مارك ده واحد طب واحد بقى لا فهم ولا ذاكر يبقى برضه وقت إن شاء الله يبقى معايا سنة شو ولو بلاش معايا سنة جاية انا عبيط بقى مش انا مش صح ما ينفعش لازم يبقى في ناس عشرية يقعدوا معايا شوية طيب مثال 3-5 مثال 3-5 صفحة 98 صفحة 98 طيب انا عايز اقول فكره انا مش
تشتغلش في نومنال. I effective per quarter هتساوي I nominal per quarter هتساوي 20 على 4 تطلع بتساوي 5%. يبقى الفايدة 5% effective interest rate 5% per quarter. 5% per quarter وهي بتقضي فلوسها كل 6 اشهر. معايا؟ يبقى لازم اجيب الـ I effective. انا جبت اي افكت بير كوارتر سهل ولازم اعملها بالطريقه دي. اي افكت بير كوارتر 5%. طب اي افكت بير 6 مانثس هتساوي ايه؟ هتساوي اي افكت بير كوارتر مش كده؟ بس هحولها سكوير او بمعنى اخر اقول هتساوي اي افكت بير 6 مانثس هتساوي 1 زائد 5% سكوير مال كوارتر مرتين يعملوا لي 16 سكوير 1 زائد 5% سكوير ناقص 1 تطلع لي الاي افكتيف بير مانس 6 مانس واضحه دي يا جماعه؟ اهي اي افكتيف بير كوارتر هنساوي اي نومينال بير كوارتر هنساوي 20% على 4 5% اي فيكتور بير 6 مانثس هتساوي 1 زائد 5% سكوير عشان تقول مرتين ناقص 1 هتطلع بتساوي 10 و2% يا جماعة 10 و25% في المية هو ده الاي افكتيف بير 6 مانثس بس نبتدي بقى نحل المساله هي بتحط كل السط هو ده قانون ماني رقم ثابت اللي هو الاي يعني الاي من النومينال مقداره 500 فلو قايل كده اذا اف هي فلوس في نهايه الوضع هتساوي الاي اللي هي 500 دي find f given a i تساوي 10 و25 14 عشان هي دفعت 14 مرة وطلعت فلوس دي انا عارف ان واحد فيهم ينفق هيقول لي ايه طب دي هنجيبها ازاي؟ أقول له بمنتهى البساطة هيروح جاي يفتح على الصفحة بتاعت اي بتساوي 10% وعند اي بتساوي 11% والسؤال هو اي عند اي بتساوي كام؟ 10.25% فنطلع ده اللي هو ايه؟ فايند اف جيفن ايه عند الكلام ده وعند الكلام ده يبقى السؤال هو عند ده بيساوي كام؟ دي سهلة اللي فاتت كان 3 وحدات لكن دي واحدة بس سهلة؟ دكتور هاي واحنا ليه هنا في القانون ده اللي في اللي فوق قسمنا على 4 وتحت استخدمنا القانون عشان ده نومينال بحطها تحت المرتبة لكن هنا افكتيف ما اقدرش احطها تحت المرتبة لازم اديله حق خلاص يا جماعة مين عنده سؤال تاني سهلة سهلة دكتور هو انا مش ممكن اشتغل بالوقت وقت 8 وقت
سمعكم بيقول حاجة بس هو لازم هو اللي كان بيقول على نفسه. بيقول طب ما اشتغل زي اللي فاتت بالكوارتر. يبقى عدد المرات اللي فعلت 28. هديله سؤال احنا هي حاطه 28 فعلا؟ ده انت بنك لوب يا ريت كل الناس تحط فلوس عليه. طيب ينفع معانا وقت معانا وقت كويس. انا كان نفسي المساله دي نحلها نهو. المساله دي بتقول لنا ايه؟ حط واحد حط فلوس في البنك وسحب فلوس من البنك والخلاصه بيقول يبقى فلوسه كام في البنك؟ حط شويه فلوس ودخل وسحب شويه فلوس في اوقات مختلفه. البنك حاسبه ازاي؟ طبعا في ثلاث طرق في الموضوع بتاعنا اللي هو 3-6-99. 3-6-99 اللي هو كالكوليشن بيمنت بيريدز شورتر ذان كومباوند بيريدز. ففي ثلاث طرق ممكن تتحاسب بيهم. غالبا احنا هناخد الطريقه كلها فقط والكتاب بتاعنا برضه خد الطريقه كلها فقط لان بمنتهى البساطه هي دي الطريقه اللي بتحاسب بيها البنوك مع البلدين. بتحاسب معاها كل كده. بيعملوا ايه؟ تعالوا ناخد مثال ونشوف البنك هيعمل ايه معانا. يلا نشوف المثال. مثال صفحه 2 هرسمه على السبوره عشان نشوف مع بعض. يعني هحاول على قد ما اقدر طول الكلام بتاعي
وطول الكورس احنا بنحاول دايما نحط ان الفلوس اللي بتدفعها بتتحط في السالب تحت، واللي بتاخدها حط فوق. فالمسألة دي بتقول بمنتهى البساطة ان الراجل ده راح حط 150 جنيه دفع، حط في البنك 150 دولار، رجع بعد شهرين حط 200 دولار، بعد 4 اشهر حط 75 دولار، بعد 5 اشهر حط 100 دولار. جه في 8 اشهر راح سلف من البنك 90 دولار، بعد 9 اشهر خد من البنك كمان 120 دولار، بعد 10 دولار بعد 10 اشهر دفع 50 دولار للبنك، بعد 12 شهر خد من البنك 45 دولار. هيتحاسبوا ازاي؟ المسألة دي البنك بتاعه بيحاسبه كل 3 اشهر، كل كوارتر البنك بيحسب الفايدة أو الانترست ريت الاي افكتيف، كل حاجة بيحسبها عند ايه؟ كل 3 اشهر. وعلى فكرة أنا امبارح لما بقول لكم أنا كنت في بنك، البنك ده بيحسب كل 3 اشهر، يعني بيحسب لك الافكتيف كل 3 اشهر، يعني تيجي ياخد منك على حسب انت عملت ايداع ولا سحبت. طيب البنك اللي كنت فيه ولا اي بنك في مصر ولا في الدنيا كلها بيحسبوا ازاي؟ هقول لك ازاي. البنك اول ما تجي له دي كده الكاش فلو بتاعك اهو، يروح البنك عامله كل 3 اشهر، يحاسبك كل 3 اشهر ويعتبر البريد الواحد 3 اشهر. ازاي؟ اهو اتناشر تسعة ستة ثلاثة هيحول كل الفلوس دي كل 3 اشهر. طيب انا حطيت 150 عند التايم زيرو اهو، انا حاطط لي 150 عند التايم زيرو. طب بعد سنه بعد شهرين حطيت فلوس، يحطهم فين دول؟ تحطهم عند التايم زيرو وتيك فايده قبل ما تحط الفلوس. انت حطيت الفلوس بعد شهرين، تفتكر يتيك فايده في الشهرين اللي انت ما حطيتش فيهم الفلوس؟ لا. برافو عليك، ما هوش بتفكروا زي البنك. يبقى الفلوس دي هيرحلها من الشهر الثالث ومش هيديك فايده على الشهر ده ولا مليم. الشهر ده مش هتاخد منه ولا مليم فايده. هو يفترض على طول ان انت حطيت ال 2000 دول 200 دول عند الشهر التالت 200. طيب بعد 4 اشهر حطيت 75، وبعدين بعد 15 حطيت 100، هيقول لك كل ده بعد 6 اشهر بتحسبها، اللي فات مات، فيروح حاطط لك 175. ده كله حطيهولك كده، مش معقول يديك فلوس لله قبل ما تحط الفلوس. وهو رتب نفسه على ان كل 3 اشهر حسب. طيب عند 9 اشهر في فلوس؟ لا. طب عند 10 اشهر؟ اه عند 10 اشهر في 50 بس هحطهم في عند الشهر ال 12. طب نيجي بقى للفلوس اللي انت سحبتها من البنك، هو ده بقى الفرق. وصل البنك ده حقاني قوي وكل البنوك كده حقاني قوي. انت خدت من البنك 90 جنيه في 8 اشهر، فقدامه حاجه من اثنين، يحسبهم لك ان هم في الشهر التاسع اللي انت سحبتهم في الشهر التاسع، يبقى اداك فلوس 90 جنيه، اداك 90 جنيه وما خدش عليهم فايده، ما ربحش فيهم حاجه لمده شهر. تفتكر في بنك يعمل كده؟
لا هيبقى واحد من 8 دول وحاططهم عند الست. ياخد 90 جنيه دول يحطهم عند الست وياخد فايدة 10 و 11. طيب ال 120 هيحطهم في في مكانهم هم حقانيين زي ما انتم شايفين كده. طب 75 45 45 هيجيبهم برضه ايه؟ هنا يبقى زائد 45. كانت اليهود زمان كانت دايما كانت اعلى من اليهود عشان حسابتهم. واضحه دي يا جماعه؟ خد بالك عشان دي برضه جت مساله امتحان مره. واضح كده؟ وانا كاتبها لك هنا هتحط تحتها خط اللي هو ايه؟ انا نظري تعبان احاول اقراها قبل الوقت. Who's drawn at the beginning of the compound to be يبقى السحب السحب عند بداية الكومباوند كبير. أما الديبوزيت at the end of the compounding period. هي موجودة الكلام ده موجود في صفحة 100. يبقى لما تيجي تحط فلوس في البنك حطيتها في الميعاد ده كويس، اتأخرت عن الميعاد يجي يحركها لك ليه؟ لأول كومباوندينج بيريد. طب ولو سحبت من البنك في الميعاد يحسبها لك، لكن لو سحبت في الميعاد في وسط البيريود يروح محركها لك في بداية الكومباوندينج بيريد. طب السؤال كان ايه في المسألة دي؟ المسألة دي بيقول لك الراجل ده حط وسحب، يبقى خلاصة الكلام في نهاية السنة عند السنة عند الشهر ال 12 فلوسه كام؟ هتقول فلوسه بتساوي وثلاثة آخر حاجة 50
دول يعني حطيتهم في الشهر ال 12 فتاخدهم زي ما هم. انا عارف انها حطيتهم في وقت غير بس اكيد انها حطيتهم في الشهر ال 12 بالظبط. علي صوته 165 المفروض تبقى نيجاتيف عكس الاتجاه 165 اهي من فوق الباقي كانت تحت عكس الاتجاه يبقى عكس الشهر. صح انت صح 165 سالب يبقى هو حط 150 وحط 200 وحط 85 وسحب 165 ثم حط 50. الخلاصه بتاعته يبقى هو حط فلوسه قد ايه او يعني قيمه فلوسه في نهايه المده في نهايه السنه بتساوي كام؟ مين عنده سؤال؟ طيب من فضلك قبل ما تدخل الميد تيرم بص المسائل اللي احنا حليناها ولو في مشكله فيها انا قاعد اهو مش لاقي زبون فتعالوا لي انا موجود في مبنى عماره الدور الاول تعالوا وسهلا ان شاء الله الدكتور خالد هيكمل معاكم اربع اسابيع على الاقل زائد اسبوع المتين وبعد كده هيرتب او خالد فيما بعد يعني المتين ام اس كيو ولا نعم المتين ام اس كيو ولا لسه ما حددش